أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج خاص. في هذا العدد سنتطرق للحديث عن حركة الطلبة في ثلاثاء 109، إضافة للحديث عن الانتخابات التشريعية، كما سنتحدث أيضا عن قضية شائكة تحاك فصولها قبل كل عيد أو شهر رمضان، ارتفاع المواد الاستهلاكية وندرة زيت المائدة في هذه الفترة. سنتناول أيضا موضوع إصدار مذكرة توقيف دولية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بير مراد رايس ضد كل من المدعو العربي زيتوت، هشام عبود، بوخرس أمير المدعو أمير ديزاد، إضافة إلى محمد عبد الله لتكوينهم شبكة دولية يقودها الموقوف حاليا أحمد منصوري. للحديث أكثر حول هذه المواضيع يسعدني أن أستضيف معي كل من الناشطة السياسية الدكتورة ابتسام حملاوي، أهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة. شكرا. كما يسعدني أيضا أن أستضيف معي اليوم القيادي في جبهة النضال الوطني علي بوفركاس، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. لو أبدأ معك النقاش دكتورة، من مسيرات الطلبة اليوم المطالبة بمواصلة سلسلة التغيير ومكافحة الفساد، كيف تقرأ اليوم أولا حملاوي الحراك الشعبي، وهل تغيرت نظرتها إلى الحراك؟ تفضل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم أولا على الاستضافة. لا أدري ما هي فكرتك عن نظرتي الأولى للحراك لكي أعبر لك عن نظرتي الجديدة. لأنه من قبل كنت في بعض الأحيان تصرحين بعض التصريحات التي تستفز في بعض الأحيان من طرف الحركيين إن صح التعبير. طيب هل اليوم ما زلت ثابتة على هذا الموقف أم أنه عندك قراءة أخرى بالنسبة للحراك الشعبي؟ أعتقد أنه أول علامات الديمقراطية وأول علامات الوعي السياسي هي تقبل رأي الآخر. إذا أنت اليوم في حراكك تريد تغيير النظام والذهاب إلى نظام ديمقراطي وإلى جمهورية وإلى دولة المؤسسات، وأنت لا تتقبل رأي المخالف لك وترد عليه بالشتم وبالتهجم وبأمور لا علاقة لها بالأفكار السياسية، أعتقد أن هنا ديجا نبدأ له مشكلة عميق وعميق جدا في هذو الحراكيين اللي ما يقدروش يتقبلوا الرأي الآخر. هنا أتكلم عن مجموعة ولا أتكلم عن الكل. التصريحات التي تعتبرونها أنتم استفزازية هي حقيقة قلتها. إذا اليوم كما البارح كما اليوم كما بعد 10 سنوات سأقول ذات الشيء. الحراك المسيرات. طيب وما الذي تغير اليوم فيما يتعلق بالحراك الذي انطلق في 22 فيفري 2019 والحراك الذي عاود الاستئناف مرة أخرى هذه المرة؟ طيب. الحراك اللي انطلق في 22 فيفري انطلق بمطالب محددة، إسقاط العهدة الخامسة ومحاربة العصابة فيما بعد، هذا الحراك الأول. احنا الحراك الأول أسقط العهدة الخامسة، لم يترشح رئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، يعتبر انتصار للحراك وتحقيق للمطلب الأولي الذي خرج لأجله. فكمرحلة ثانية طلب بإسقاط بعض رجال الأعمال وبعض المسؤولين الفاسدين، تحقق ذلك. لكن في نقطة ما حدث هناك تعنت وحدث هناك ركوب للحراك من طرف فئات معينة، فئات أقول أنها متطرفة نوعا ما في آرائها وفي مطالبها. إذن اليوم أنت كي تجي تقول نحاوكا، من المستحيل ومن المستحيل في كل دول العالم، لأن هذا الشعار أثار كثير من الجدل اليوم. الشعار أصلا لا يمكن أن يكون شعار، قلتها هي عبارة هلامية، يمكنك أن تمضلي كما تحب أنت، تقولها كما تحب أنت. لأنه من المستحيل أنك اليوم تجي تقول نحي الوزراء ونحي رئيس الحكومة ونحي رئيس الجمهورية ونحي قيادات الجيش. وأؤكد لأنه المؤسف اليوم والمؤسف ولهنا المنعرج الخطير في الحراك استهداف مؤسسة الجيش اللي هي الركن الأساسي لبناء الدولة ولبناء جميع الدول. الدول بدون جيوشها لا تساوي شيء. وهنا نرجع بالله عبر ثورات الربيع العربي وعبر جميع الأنظمة التي أسقطت وفضوا شعوبها في مخيمات اللاجئين، وما يقولوا ليش احنا ماناش سوريا واحنا ماناش ليبيا، لا احنا كل كيف كيف. إذا استهدف الجيش سننتهي في مخيمات لاجئين. إذا سقط الجيش أنت اليوم عندك حدود شاسعة، الجزائر راهي قارة، شكون يحمي فيها؟ يحمي فيها الحراكيين اللي في الشارع ولا يحمي فيها العصابة اللي راهي في الخارج تهاجم في الجيش؟ نكمل الفكرة. يتحججون عن إبعاد الجيش عن السياسة في بعض الأحيان. لأنه اليوم الجيش اليوم ماهوش في السياسة. إذا كنت روح شوف الحكم العسكري في مصر، مع أني أرى أن الحكم العسكري في مصر أحدث
قفزة نوعية وقفزة في التنمية حتى في مستوى معيشة في مصر. إذا أحشف كي يعود عندك لواء وزير ولواء رئيس لكن حكومة لكن وعقيد في نفس مدير قتل الأبرياء العزل لا يحدث قفزة نوعية. أنا لا أتفق لأن ربيعة العدوية تختلف تماما. شوف التطرف ربيعة العدوية كانت كارثة من طرف العسكر في مصر. التطرف بمختلف أنواعه وأشكاله أنا ضده، لأنه قتل الأبرياء أيضا أنا ضده، لكن نحكيه على كلمة نظام عسكري. نظام عسكري يعني تشوف عساكر، تشوف قادات، تشوف جنرالات، ألوية أو قادة هم اللي تولوا السلطة في الجزائر. إحنا الجيش مبعد تماما عن الحياة السياسية، ومع ذلك يبقى مستهدفا من طرف اليوم، خصوصا المرحلة هذه راهو مستهدف أكثر من المرحلة السابقة. الأمر الذي لا نستطيع أن نستوعبه، لماذا في هذا المنعرج بالذات ومع الأزمات التي تعيشها الجزائر اليوم هناك استهداف لمؤسسة الجيش؟ نكمل زوج كلمات من فضلك. مع بؤر التوتر التي تحيط بالجزائر اليوم، عندك ليبيا بؤر التوتر، عندك الصحراء الغربية، وعندك مالي، تحديات يعني خارجية من طرف أكيد الجزائر ومخاطر كثيرة. طيب أستاذ علي بوفركس، أنت سمعت لما كانت تتحدث فيه الدكتورة ابتسام حملاوي، طيب ألا ترى بأن الحراك الشعبي ومطالبه التي تنص في بعض الأحيان بعدم الذهاب مثلا إلى الانتخابات، هل هذا سيفسح الطريق للرجوع إن صح التعبير إلى نقطة البداية ونقطة الصفر؟ تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتفق في بعض الأمور مع الأخت ابتسام ولا أتفق معها في بعض الأمور أخرى. فيما يخص الحراك وعودته التي نشاهد بأنها عودة قوية نوعا ما على ما كان عليه من قبل، وما نفسره هو أسبابه اجتماعية أكثر من ما هي سياسية. فيما يخص الأسباب الاجتماعية المزرية التي يعيشها المواطن الجزائري، هي التي تدفع به إلى اللجوء للحراك لتعبير عن مشاكله التي خاصة هي مشاكل اقتصادية نعرفها جميعا. هذا هو الذي جعل معظم أبناء الشعب الجزائري يعودون، لكن في هذه الفترة مع احتساب جائحة كورونا، يعني أزمة عالمية، أزمة عالمية لكن فقط لكن نكون منصفين فقط دمع. أنا لا ألوم الدولة أو لا ألوم النظام على هذا الأمر، لكن يجب علينا إن أردنا أن نلم شم بعضنا البعض أن نذهب إلى المشكل الاجتماعي والمشكل الاقتصادي العويص الذي تعيشه الجزائر، والذي قد يجعل من انفجار اجتماعي كبير خلال الأشهر المقبلة أو الأيام المقبلة، لأننا الأزمة تتزايد والأمور تتفاقم كثيرا، خاصة القدرة الشرائية للمواطن. سنأتي الحديث عن القدرة الشرائية، هي كارثية لحد الآن. أما الحراك الشعبي في خصوص بعض الناس التي حاولت ركوب موجة الحراك، وبعض الناس التي تستهدف بعض التيارات السياسية، نقول نستطيع أن نسميها تيارات سياسية داخل الحراك، تستهدف مؤسسة الجيش لأغراض ما ولضرب هذه المؤسسة الصامدة وهذه المؤسسة الواقفة التي تعتبر هرم الوطن وتعتبر هرم البلاد. هذه نعرف هذه التيارات بأنها منذ في كل مرة في كل ما تكون الجزائر أمام تغيير أو أمام فرصة للتغيير، تخرج هي وتتهم المؤسسة العسكرية بتدخلها في الشأن السياسي، تتهم المؤسسة العسكرية بتسييرها الوضع السياسي. لكن كذلك لا ننسى أنه على السلطة وعلى النظام بأكمله كذلك أن يفكر في نوعا ما في قفزة نوعية، أو يفكر في استراتيجية سياسية جديدة، أن نكون خاصة صرحاء. والجزائر كذلك أمام منعرج نوعا ما خطير التشريعيات المقبلة، يجب على السلطة أن تكون نزيهة في هذه الانتخابات حتى نستطيع أن نستعيد الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة وبين الشعب والأحزاب السياسية. طيب دكتورة حملاوي، الكثير اليوم في الحراك الشعبي يقولون أنه البعض يتهمونهم بأنهم يعممون بأنه في تخوين في الحراك الشعبي، لكن في نهاية المطاف نعم موجودين وطنيين غيورين عن الوطن، لكن في بعض الأحيان بعض الشعارات قد تؤثر على هؤلاء. كيف تقرأين اليوم الشعارات التي تروج لها بعض الجهات كما يقول البعض في الحراك الشعبي؟ تفضل. أكيد أن الشعارات هذه كارثية، والأدهى والأمر أنه كاين أشخاص رافعين هذه الشعارات وما يعرفوش مدى خطورة تلك الشعارات. أنا حبيت نسقسيك، دوك أنت مواطن بسيط راك تخدم في خدمتك، واش مديك أنت لجهاز المخابرات؟ واش علاقتك أنت بجهاز المخابرات؟ لماذا تتهجم على جهاز المخابرات؟
واش علاقتك انت لك سياسي لا عندك دي كوميرس لا جاو رفدوك في الليل ولا رفدوا لك ولادك؟ ما علاقتك بجهاز المخابرات؟ ما علاقتك بقياده اركان الجيش؟ واش العلاقه تاعك بقياده اركان الجيش؟ طيب من هي هذه الاطراف التي تروج لمثل هذه الشعارات؟ اليوم كاين احنا في مرحله مفصليه في تاريخ الجزائر. الجزائر راهو جيش قوي وقوي جدا وجيش واقف في شمال افريقيا. التحديات راهي كبيره وكبيره جدا. هناك اكيد اطراف اجنبيه واؤكد عليها اجنبيه راهي هنا على الحدود تاعنا اي قريبه لينا. من هدفها الاساسي هو اضعاف هذه المؤسسه، لان المؤسسه في العود ما تروح تخدم خدمتها. وجهاز المخابرات، جهاز المخابرات كاينه الداخليه والخارجيه، كاين عده اجهزه، ما تروح تعس الجواسيس ويروحوا يعسوا المشاكل اللي عندنا احنا والتحديات اللي عندنا اليوم الكل، نروحوا احنا نعسوا الحراك خارج لي واحد ما يعرفش حتى واش معناها مخابرات، ما يعرفش حتى واش هم لي غراد اللي راهم في الجيش، ما يعرف والو. مخابرات ارهابيه، واش دارت لك المخابرات الارهابيه؟ شكون قتلت لك؟ شكون ضار بيك؟ كون جات اليوم كاينه مخابرات ارهابيه، تخرج انت في الشارع وتقول مخابرات ارهابيه ولا تقدر تهز بونكارت؟ تقدر انت وريلي دوله في العالم فيها نظام شمولي عسكري ولا دوله المخابرات تاعها كيما يقولوا تضرب بالكف ومخابرات ارهابيه، قنوات اجنبيه فاتحه في الجزائر تغطي في الحراك وتوري في الشعارات كونتر المؤسسه العسكريه وتوري في معارضين ما يسواوش زوز فرانك توريهم ويهضروا ويشتموا في رئيس الجمهوريه ويشتموا في قياده الاركان ويناديوا بمرحله انتقاليه، برغم من ان احنا رحنا لانتخابات رئاسيه. الانتخابات الرئاسيه في حد ذاتها كانت تحدي. هل دعاة المرحله الانتقاليه هم من يؤثرون في الحركة الشعبيه؟ دعاة المرحله الانتقاليه حتى مركبين ركبين، احنا التحدي راهو اكبر. التحدي اليوم هو اضعاف مؤسسه الجيش، لا مرحله انتقاليه لا والو. لانه نحدد لك نفكرك مليح، اللي يقرا التاريخ مليح يعرف بلي راهو في جميع دول العالم الانظمه الدكتاتوريه اللي هضروا عليها والانظمه الشموليه والانظمه العسكريه هي من تنادي بالمرحله الانتقاليه، لان المرحله الانتقاليه تخدم النظام الشمولي. لماذا؟ لانه في المرحله الانتقاليه هذيك المجموعه اللي تعين لاداره المرحله الانتقاليه تعينها السلطه بيسير تخدم مصالح الجيش. طيب في نفس الوقت وبالمقابل المطالب الشرعية التي ينادي بها الحركة الشعبية اليوم يعني هي شرعية ومن حقه من حقهم. أنا نحكي على جزء. نعم كي تتضح الصورة فقط. والمشكلة أنه كاين بزاف اللي ما مش فاهمين التحدي لونجو، التحدي الأساسي ما همش فاهمين. أنا كما قال الأستاذ كاين ناس خارجة عندها مشاكل اقتصادية، صح المشكل الاقتصادي ورداءة هنا رداءة الأداء الحكومي لعب دورا كبير في عودة الحراك وفي استغلاله من طرف الأيدي الأجنبية، لأنه رداءة الأداء الحكومي وسطتنا للأزمات التي سنتحدث عنها لاحقا والتي ساهمت في هذاك الكبت وهذاك الغل وهذيك الناس. أكيد شخص مش لقي كيفاش قوت ولاده يدي في 20000 دينار ولا جه فاكتور تاع تريسيتي ب 10000 دينار، مش لقي بدون تاع الزيت باش يقلي زوج كعبات بطاطا والبطاطا وسط 10000. ولهذا يجب العمل على هذا المشكل كي تتضح الصورة. طيب سي علي بوفركاس، الكثير اليوم ربما تحدثت الدكتورة على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وأنت أيضا تحدث على هذه المعضلة وهذا المشكل إن صح التعبير. طيب كيف يمكننا الذهاب إلى مرحلة جديدة بدون العودة إلى صناديق الاختراع مرة أخرى ثم الانتخابات لكي تتضح الصورة أكثر؟ وهل الحراك اليوم يفيد الحركيين أكثر من أنه العكس؟ اليوم كيف نذهب، قلت لي كيف نذهب الى تغيير جديد او الى حل، خاصه احنا في امام بدون الذهاب الى انتخابات يعني لا الذهاب الى انتخابات، اي انتخابات رئاسيه؟ نعم تحدث انتخابات تشريعيه مفروغ منه الان. شرعيه الرئيس موجوده والرئيس له الحق حتى ان يكمل العهده او لا يكملها، هذا من صلاحيات رئيس الجمهوريه، لا يستطيع اي احد ان يتطاول عليه او يامر بشيء. اما فيما يخص المشكل الكبير انه الحكومه التي مرت منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسة حكومة فشلت في كل القطاعات بدون استثناء لأي قطاع، كل القطاعات لدى الحكومة الجزائرية الأخيرة هذه فشلت فيها، وحتى بعض الوزراء لم نشاهدهم أبدا يعني ما قاموا بحتى شيء، وخاصة فشلوا كذا تاع وزير التجارة في نعم تسيير قطاعه. هذا المشكل هو الذي ربما يصنع الضغط الاجتماعي، يولد الانفجار الاجتماعي. قلت مقبل وقلناها في العديد من المرات كنا نحذر من انفجار اجتماعي، ربما نحن الظروف طيب اللي راهي سناتي الحديث عن الاوضاع الاجتماعيه. علي بوفركاس انا سالتك عن العزوف عن الانتخابات اليوم، ما هو مدى
ربما إن صح التعبير خطورة العزوف عن الانتخابات وعدم التغيير، يعني إذا صح التعبير فيما يتعلق بالحراك الشعبي اليوم يقول لك عدم الذهاب إلى الانتخابات العزوف وفي العزوف نفس الوقت يطالبون بالتغيير. العزوف الشعبي وارد جدا، هذه من المتناقضات وأسبابه يعني. أسبابه هي الثقة بين المواطن والسلطة، دائما نتكلم عن الثقة. عندما المواطن توعد بإصلاحات وتوعد بسياسات جديدة وتوعد باستراتيجية اقتصادية جديدة وتخليه يحلم بأنه راح يشوف أمور جيدة وبعدها يصطدم لمدة سنتين، نحن عن جائحة كورونا نعلم بأن الأزمة على العالم كامل، لكن حتى في الجزائر تردت الأوضاع أكثر وأكثر من دول أخرى، حتى الحكومة لم تعرف كيف تساير الأزمة الحالية. آفاق هل الضمانات غير كافية اليوم؟ آفاق اقتصادية غير موجودة، هذا الشعب هنا لن يستطيع. الضمانات غير كافية يعني أبو فركاس؟ غير كافية لحد الساعة، الضمانات غير كافية خاصة رغم كل ما التغييرات التي حصلت منذ تولي رئيس الجمهورية زمام الأمور وانتخابه رئيس الجمهورية، يعني الضمانات أنت تذكرها؟ التغييرات التي حصلت نراها بأنها تغييرات موجودة، لكن في أرض المواطن لم يحس لحد الآن بأي تغيير. المواطن مازالوا يشقى باش يدبر خبزته، مازالوا ما يلقاش واش ياكل، اللي نعرفوها كاين عائلات ما كانش واش تاكل، كذلك كاين الغلاء، البطاطا 80 دينار، هي أزمة زيت. دولة كما الجزائر بحجم قارة نلقوا فيها أزمة تاع زيت، هذه ما دكتورة هل توافقين الرأي أنه ضمانات غير كافية؟ شوف، احنا عندنا أزمة ثقة كبيرة بين المواطن وبين السلطة. احنا كان عندنا فرصة من ذهب من خلال الحكومة أنها تقدم شيء جديد للمواطن باش المواطن يحس بهذيك التغييرات، وأنا قلتها من العام اللي فات، التحدي اقتصادي والتحدي اقتصادي وليس سياسي. كانت عندك حكومة تاع لي بغاكاسي، هذه الحكومة اللي كانوا قاعدين في المكاتب تاعهم واستغلوا أيضا فرصة غياب الرئيس لأنه كان مريض، في مرحلة غياب الرئيس هذيك حتى في 12 تاع 8 اللي تضخم لهم في الأعمال تاعهم اللي هي أصلا ماهيش أعمال، يروح يدشنوا لك حاجة مدشنة ويروح لك يا عجبها يا ربي. في أزمة كورونا الجمعيات اللي خدمت وزارة التضامن الغائب الأكبر، وزير يدي مع وزير ولا وزيرة يدي في 30 مليون قاعد في المكتب تاعه ويتفرج على الجمعيات وهي تفرج في الماسك والناس تخدم على روحها، وهذاك كل يستغل سياسيا في المرحلة الجاية وهو يستغل سياسيا اليوم. غياب الحكومة في تلك المرحلة كان غياب كبير وكان غياب أدى بنا إلى ما نحن عليه. الشعبوية في التصريحات والتصريحات الغير مسؤولة، نتحدث على وزير التجارة مع احترامي ليه، هو صديق ونحترم مستواه العلمي الواحد، لكن سياسيا هو فاشل كبير، لأنك اليوم كي تقدم تصريحات شعبوية وش مديك الحليب؟ تروح للزوالي، حتى ذاك اللي يبيع الحليب أو زوالي يدي دينارين على الشكاره تاع الحليب، يروح حرب المافيا تاع ليون بودغ المشكله والفوق المضاربه الفوق، ما تروحش تحوس له تاع يدي زوز دينار، ما تديش زوز دينار، كيفاش تدي 5 دينار؟ لكن الامس وزير التجاره كمال الرزيق قالها بصراحه، ما زلنا في الشعبوي، انه لا يوجد المشكل الذي يتحدثون عنه فيما يتعلق مثلا بندره مائده الزيت، قال انه فيه وفره كبيره فيما يتعلق بهذه الماده. انا مواطن في تطاوين ليبان، انا مواطن في ما عنديش في كاش فيلاج في كاش بلاد، عندي دوك الفيس في كاش ولايه، عندي الفيسبوك نشوف الوزير في النشره تاع 8 يقول لي ما كانش كلش كاين لاباس الدنيا بخير، وانا عامل لاشين 10 سوايع باش نزيد قاعه تاع زيت، اون باراليل نشوف الفيسبوك التصادم هذاك في المول تاع الصيف، الناس تضرب على قاعه تاع زيت، شكون نصدق؟ او هناك قاعد تيون طران دونفونسي لو كلو، تزيد في مشكل الثقه، لانك لازم تكون صريح، لازم تكون تقول يا شعب رانا عندنا أزمة، هايديك أسباب الأزمة، هايديك الطريقة اللي نحاولوا نحلو فيها، نحلو بها الأزمة وإن شاء الله نقدروا نحلوها، أعطوني التالتو. أنت كيجي نو تو فا بيان، واش اللي راه صاري هذاك؟ واش جا قاعدين نصوروا فيه في الأمريكان ولا وين؟ هاو في الجزائر. إذا الكذب، الاستمرار في الكذب، الاستمرار في التصريحات الشعبوية الغير مسؤولة، ما تروحش كي ما يعودش عندك مخطط عمل وعلى بالك بلاك قادر على الشقاك، ما تصرحش، لانه المواطن تاع اليوم ماهوش المواطن تاع قبل، المواطن تاع اليوم تحاسبه بالملموس، ما تقولوش كاين الزيت ويروح للرف يلقى ما كانش الزيت، عيب، هاو يقول بلا كذاب وتفقد مصداقيتك انت ويفقد مصداقيتك الحكومه. استاذ علي بوفركاس، ما هو رايك في القضيه؟ خاصة وأنه هذه المشكل في كل قبل شهر رمضان، قبل الأعياد، قبل المناسبات تحدث هذه الإشكالية، وهي ندرة المواد الاستهلاكية على غرار مشكل هذا ندرة زيت المائدة وارتفاع أسعار الدواجن واللحوم البيضاء والحمراء، ما رأيك في هذا الموضوع؟
هي هذه قضية تسيير الأزمات. هي الأزمات تكون في أي بلد، تكون فيه أزمة ولا في أي ظرف تكون عندنا أزمة، لكن لما تكون تسير في أزمة وانت تكذب على الشعب كما كانت تقول أخت، هذا هو العيب الكبير. لما انت نظرة زيت موجودة، نعلم كنا بأنه الزيت ما كانش في الحوارات، نعرفها كامل باللي في مناطق نقاط البيع ما كانش الزيت، ويجي الوزير يقول لك الزيت متوفر وعندنا مخزون يكفي لثلاث شهور. مش الوزير فقط، حتى المتعاملين، حتى المؤسسات وحتى المتعاملين الاقتصاديين وتجار التجزئة في نفس الوقت، وبالمقابل يقول لك بلو أنه هامش الربح انخفض، وهذا اعتبروه سبب أو حجة لعدم اقتنائهم الزيت من طرف العاملين بالجملة. وهنا نحمل المسؤولية بطبيعة الحال للوزارة الوصية على هذا الأمر، هي اللي تحمل المسؤولية الكاملة. كذلك نشوفوا بعد الوقت أزمة الحليب، كذلك مرينا فيها أزمة الحليب. احنا كل مرة المواطن هذا كل مرة نخلقوا له أزمة. المواطن خلاص، علاش المواطن ذوك؟ احنا باش نروحوا للظرف السياسي، كذلك الظرف الاقتصادي تعفن، المسؤولية ما كانش اللي يخدم المسؤولية نتاعو، الظرف السياسي كذلك يتعفن، وحنا نوجد انا من هذا مشكل. لأنه كثير اليوم يتحجج يقول لك انه بعض الأطراف لا تريد صلاح هذه المؤسسات او الوزارات، وفي ربما تراكمات كثيره فيما يتعلق بهذا الموضوع. سالب احنا هذه الامور تاع الناس ما راهيش حابه تخدم، ولا الناس راهي تحوس تضرب المؤسسات، ولا الناس تحوس تضرب مصداقيه الوزير. انت راك في المنصب تاع وزير، عندك كل الصلاحيات باش توقف على الوزاره نتاعك، عندك يد من حديد، عندك القانون. اذا كان تقول لي انا ما قدرتش نسير، لازم تمشي، لازم تمشي وتعتذر للشعب وتقول لهم ما قدرتش. ما تقعدش تكذب وتستمر وتقول الوضع في السيطره والوضع في السيطره وبدون زيت ما كانش في المحلات التجاريه، تقول لي عندي مخزون تاع 3 شهور. احنا ماهوش مشكل ما تقدرش تخدم، معليش ما تقدرش تخدم، انسان كامل يخطا ويغلط. ما قدرتش تخدم ما تكذبش ومشي. طيب دكتوره، كيف يمكن حل هذه المعضله؟ شوف انا في ظل هذه المعطيات القائمه، المشكل تاع الزيت انا تعمقت فيها وتحاولت نفهم ولقيت بلي راهو كيما المشكل تاع الزيت كيما المشكل تاع الحليب، سيتي لو ميم بروبليم براتيكمون، لانه هما عندهم ميم بروبليم دو فاكتوراسيون. يا ولدي انت اليوم عندك ازمه كبيره، ازمه ضيق، وحنا خارجين من حراك وخارجين من ازمه كورونا، والناس مزواوله ربي اللي يعلم بهم. ما تروحش انت اليوم تفرض لي فاكتور على اون فاكتوراسيون وين يولي هامش الربح تاعو في البيدون تاع الزيت 5 دينار، وزيد تفرض له تامبر في لافاكتور يدير 1400 دينار. او كاين الزيت وما كذبش في هذه الزيت، او كاين عند المتعاملين بصح التجار هذا كي نوض لك على 4 تاع الصباح يستنى لك سومي روموك ويجيب لك شكون يهبط الحمال باش يهبط له هذاك الزيت باش يدي ويخدم عليه نهار كامل ويخدم سمانه كامله باش يدي 5 دينار في البيدون تاع الزيت. خافوا ربي، سي با لوجيك. انت لازمك تلقى الحل. اليوم احنا عندنا نوعين من الزيت، عندنا الزيت المدعم والزيت الغير مدعم. الزيادة راهي لكن في نفس الوقت هذو ثاني ماهمش ملايكة دكتورة، لأنه في بعض الأحيان الناس 5 دينار يا أستاذ الأرباح تاعها راهي تتضاعف أكثر من الشيء اللي راكي تقول عليه دكتورة. الزيت راهو لأنه المشكل اليوم في تغيير الدهنيات أيضا. أكيد لا لا بس لا لا نحكيو احنا لا وحدها ولا نحمل الوزير مسؤولية وحدها. لا لا اليوم كنا نكون منصفين فقط نحكيو اليوم، وأنت أدرى بما أتحدث. شوف أستاذ، شوف أستاذ، دوك احنا ناخذوا كل الأمر في سياق باش نتفاهموا باللي رانا اليوم رانا عندنا ازمه سياسيه، ازمه اقتصاديه، وازمه ضيقه. ما نكذبوش على بعضنا. اذا اليوم حنا ونساي دو ريكوبيري لو ماكسيموم، نحلوا في ازمه الضيقه. انت جاي على ابواب شهر رمضان، علاه نقول لك الناس هي ماشي مسيسه والناس ما تعرفش لي زونجو ريالمون. انت جاي على ابواب رمضان، وقت اليوم تفرض فاكتوراسيون وتخلق ازمه وتحصل بها ونوليو في دي ديكلاراسيون ونوليو الناس تضرب في بعضها على بدون تاع زيت. سي با المومون، مازالك شهر على شهر رمضان وتعرف قيمه شهر رمضان بالنسبه للناس. دوكا نروحوا الحكايه حاجه واحده اخرى. الامر الصح اللي كان لازم يقوم به وزير التجاره مع وزاره التضامن ووزاره العمل، وش هو؟ انه نعملوا بطاقيه للناس الفقراء صح والمعوزين تاع الصح، وانا ننادي بها من اللي بدات ازمه كورونا. قلت لازمنا اليوم بطاقيه، لانه احنا الدعم هذا اللي راح اللي قاعد يروح دون فاسون انارشيك لازم يحبس، لانه مش من المعقول اني نشري انا كيلو سكر وشكاره الحليب بنفس الثمن اللي يشريه به ان باتيسي اكس ولا ايكغيك اللي نعرفوهم احنا، ويبيع الحبه تاع الكاطو ب 60,000 ويشري هو الزيت المدعم اللي نورمالمون يروح للزوالي. باش نعطيك حاجه صغيره برك، احنا على بالك بلا قيمه الدعم للغذاء يوصل 15 مليار دولار في العام، 20% منه فقط يوصل للمواطن البسيط، الباقي سي دي فويت.
إذن اليوم باش يكون هو لوجيك الوزير ووزيرة التضامن اللي راكده والوزراء اللي راهم راكدين يروحوا يخدموا على بطاقية للناس الفقراء باش يروح الدعم للمستحقين، ما تروحش دوك تدخل فرونتالمون على جال 500 ولا 1000 فرانك تاع الزيت تخلق بها أزمة تزيد لك في قوة الحراك، والحراك هذاك يخرج جهاز دي بونكارت كونتر الجيش ويجيك هذاك الأجنبي يصور لا لا المشكلة مشكل العسكر، واش دخل العسكر في الزيت؟ نعم. طيب سالي بوفركاس باختصار لكي نخرج من الجزء الأول من البرنامج، رئيس الجمهورية تحدث في هذه النقطة وأسدى تعليمات صارمة في هذا الخصوص ولو يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، كيف تقرؤون هذه الخطوة في ظل كل ما هو صار اليوم في هو ارتفاع المواد الأساسية وخاصة لما نشوف العجائن والزيت مواد أولية والدجاج، احنا نعرفوا باللي اللحم المواطن طبقة الهشة ما يأكلش اللحم يأكل الدجاج اللي كان يدير 25000 23000 ولا يدير 45000 اليوم الدجاج ب 45000. هو مشكل واضح، احنا باش نكونوا باش المشكل قضية وزارات، ما مسؤولية وزير وكل وزير مسؤوليته، حتى الفلاح هذا اللي يخدم الدجاج اللي يخدم في الدجاج نعرفوا باللي سعر القنطار تاع الماكلة تاع الدجاج اللي كان ب 450000 رجع له في المدة الأخيرة هذه بمليون، يعني اتصلنا بالناس المنتجين تاع الدجاج الفلاحين قال لك السعر بمليون، يعني هنا لازم يرتفع سعر الدجاج الفلاح ما يخسرش، كذلك البوشري ما لازمش يخسر، هنا الدولة وراهي الدولة وراهي وزارة الفلاحة وراهي وزارة التجارة وراها هنا الدولة اللي غابت باش وصلنا للأمر هذا. لما تقول لي كذلك الزيت، الزيت نعرفوا المتعامل الخاص بهذه الزيت نعرفوه دائما يشغل أمور سياسية في دخلها في أمور اقتصادية باش يساوم بها، هذا متعامل نعرفوه، كان الدولة كذلك لازم عليها تحطه عند حد يعني المتعامل الاقتصادي في كل مرة يخلق، لكن بدون توجيه اتهامات لأي شخص لأنه في ست متعاملين مش واحد لكن فقط، لكن عندما أنت في هذا الظرف بالذات شهر رمضان ما زالت له شهر وأنت تخلق لي أزمة نتاع الزيت كمتعامل، أزمة خلقها متعامل واحد مش كل متعاملين، الأسعار عند المتعاملين الأخرين ثابتة عند المتعامل لكن غير موجودة في نفس الوقت، غير موجودة ندرة واحدة فوترة سمعتها وزارة التجارة، تحدثوا عن فوترة صحيح مشكلة الفوترة خلقتها وزارة التجارة لكن متعامل كذلك المتعامل في حد لكن حتى في هذه النقطة الكثير قال أن الضغوطات ليست من عندنا، ضغوطات موجودة من جهة أخرى، حتى المتعامل يتحمل مسؤولية والوزارة تحمل مسؤولية، وإن الكل نستطيع أن نعتبر بأنه مسؤولية كبيرة على عاتق الدولة لأنه الدولة اللي رايحة حاطة ناس في مناصب فاشلين وهم اللي ما يقدروش يسيروا قطاعاتهم، اللي ما يقدرش يسير زيت ما يخلق لكش اقتصاد وطني وما يخلق لكش دولة اقتصادية. طيب سالي بوفركاس المشاهدين الكرام نخرج فاصل إشهاري ولنا عودة معكم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج خاص، لو أسأنف معك النقاش دكتورة ابتسام حملاوي من اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اليوم بثلاثة قادة رؤساء أحزاب سياسية جديدة أو رؤساء أحزاب سياسية في ظل المشاورات التي أطلقها فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، برأيك هل خارطة طريق الطبقة السياسية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة والمحليات والمجالس الولائية ستتغير في ظل كل هذه المعطيات القائمة؟ كيفاش تغير خارطة يعني الطريق؟ الطبقة السياسية مقارنة بحقبة مضت سنشهد طبقة سياسية جديدة وأحزاب ربما كانت غير ظاهرة ستظهر من جديد مقارنة بفترة مضت. صعب، من الصعب جدا انه احنا الهدف الاساسي سي كلير بلاهي تجديد الطبقه السياسيه اليوم، لكن تجديد الطبقه السياسيه في ظل الاستقاله الجماعيه للنخب وللشباب من العمل السياسي ستكون صعبه جدا. باش تشوف احزاب كانت مش ظاهره تعاود تظهر ولا سافا اتر ان بو ديفيسيل،
من أي ناحية؟ من أي ناحية قلت لك، لأنه الشباب والنخب مستقلة من العمل السياسي، ومواقع التواصل الاجتماعي لم تسهل المهمة على الشباب ولا على النخب، لأنه اليوم لاحظنا التخوين والشتائم والقذف والقدح. اللي طلع راسه عنده حتى مشروع بناء ولا حبي يهدف للتغيير يطيحوا عليه. مش جميع الناس اللي عندهم قوة شخصية باش تقدر تواجه تلك الأمور. هذه من جهة. نرجع لجهة أخرى، أنه اليوم أنا قلتها، الأحزاب المهيكلة والأحزاب الحقيقية والأحزاب التي تملك فعلا مناضلين هي التي سترفع التحدي في التشريعيات هذه. مهما قلنا ونحبه ولا نكره، اليوم الحزب اللي ما هوش مهيكل وما عندوش مناضلين حقيقيين حيعرف نزيف حتى في ظل الثقة المفقودة من طرف الشعب الجزائري. كيفاش على بعض الأحزاب السياسية؟ من هو الشعب الجزائري؟ من هو الشعب الجزائري؟ من خول من أنه اليوم هاني نشوف اليوم الشعارات يقولك ضد المؤسسة العسكرية؟ أنا نقول لك 90% من الشعب الجزائري هو المؤسسة العسكرية، لأنه الجيش تاعنا من الشعب. طيب أستاذة حملاوي، لا ترين أنه ممارسات بعض الأحزاب السياسية في السابق هي من أدت إلى هذا الشرخ إن صح التعبير بين الشعب والأحزاب السياسية فيما يخص الثقة؟ قيادات بعض الأحزاب السياسية، يجب أن نسمي الأمور بإسمائها. قيادات بعض الأحزاب هي التي همشت أيضا مناضلين تلك الأحزاب، اللي مناضلين كاين مناضلين في حزب، وهذا ما سيؤثر سلبا فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة. شوف احنا العزوف الانتخابي كان دائما موجود، لأنه حتى عندكم في لافلان بعض القيادات نادوا لعدم الذهاب إلى. شكون قيادات هذه؟ أتحدث عن بعض المناضلين. قيادات مناضلين بعض المناضلين وكاين قيادات كانوا قيادات في الحزب قالوا أنه اليوم على الأفلان كانوا قيادات كانوا أعضاء في المكتب السياسي يذهب إلى 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 الانتخابات التشريعية من وجهات نظرهم حفظا لماء الوجه. معليش هذا يحفظ ماء وجهه ديجا، اللي هو يهضر بلا الحزب لازم يحفظ ماء وجهه، لانه اليوم اللي يقول لك قيادي وشو قيادي؟ اسكو كان في البيرو ناسيونال؟ اسكو هذا مهري ولا شكون هذا القيادي في حزب جبهه التحرير باش يقول يحفظ ماء الوجه؟ اغلبيتهم هنا على بالنا كيفاش وصلوا للمقعد. لانه في تصدع اليوم الكثير، ما كانش تصدع داخل بيت الافلام عمو، لكن شوف حزب جبهه التحرير من بكري فيه مشاكل. جميع الاحزاب هذه ظاهره صحيه، الاختلاف رحمه، لكن اليوم انت راك مدي البوست تاعك، خلصتي عليه الشكاره باش ديتي البوست تاعك، ديتي السياج تاعك، واليوم على جال كاين تجديد في حزب جبهه التحرير، وكاين فرصه للشباب. اليوم التحدي، باش ما كملتش الفكره تاعي، قصدي هذه دخلتي هذه في هذا، اعتقد انه التحدي للاحزاب، حتى الاحزاب هذه اللي سوا ديزون اللي يقولوا اي مرفوضه شعبيا وفقد الثقه شعبيا، لانه المناضلين تاعها ثابتين على كل حال، بعض الرؤوس راهي تخرج تصدح منا وملهيه، لا ماهيش كيما هكا، لا لا لا، لانه ماهيش لاقيه بلاصتها باك في المرحله الجايه، ولانه السياسه يعني مشاكل شخصيه مع القيادات إذا شئنا قلنا كذلك، ولأنه الأمر المهم، لأنه بقرارات رئيس الجمهورية اليوم بإبعاد المال الفاسد عن السياسة على قيادة حزب جبهة التحرير أنها تمشي في نفس التوجه. إذن اليوم القوائم الانتخابية والتجديد في الهياكل تاع الحزب والأمور اللي راهي تقوم بها القيادة اليوم تتجه في إطار إبعاد المال الفاسد عن السياسة. أوتوماتيكمون الناس اللي مش حتلقى مكانها في حزب جبهة التحرير تخرج تقول لك حفظ ماء الوجه، روح استقيل أنت من نفسك. يعني دكتورة اليوم الأفلام محافظة على شعبيته؟ شوف احنا الكتلة الناخبة تاعنا ثابتة لن تتغير. استاذ علي بوفركاس، هل برأيك ستثبت الأحزاب السياسية في المرحلة القادمة والانتخابات مكانتها في الميدان، وهل برأيك أيضا ستتغير خارطة الطريق؟ بطبيعة الحال إذا استطعنا أن نعيد المواطن إلى صندوق الاقتراع. يعني الدكتورة تقول لك صعب اليوم. وإذا استطعنا أن نزرع الثقة بين المواطن والسلطة والمواطن والسياسة والأحزاب السياسية، نستطيع أن نعيد أو نصنع خارطة طريق جديدة، ربما بأحزاب جديدة كانت تسمى أحزاب صغيرة قد يكون لها فرصة، خاصة الأحزاب التي لم تشارك في مهازل نظام بوتفليقة والتي لم تكن تصفق لنظام بوتفليقة، لأنه نعلم بأن الشارع والشعب بالرغم من أنه كافر بالعالمية السياسية بأكملها وكافر بالأحزاب السياسية بأكملها، لكن كفره الكبير على أحزاب الموالاة التي كانت في عهد نظام بوتفليقة، أو أحزاب جبهة التحرير الوطني وتجمع الوطني الديمقراطي وحتى حركة حماس وبعض الأحزاب الأخرى التي كانت. كمل باش توصل عندك 64 حزب. لا ما نقدرش نسميها 30 احنا 64 حزب كي تكمل اللي داموا النظام اللي كانوا في. لا لا معليش استاذ نكمل، والله هذه توصل 60 حزب. لا انا احزاب ما عندهمش منظمين، مش 60 حزب، كاين احزاب في جبهه النضال الوطني مثلا
أو نعطيك حزب طلائع الحريات كذلك، نعطي لك عدة أحزاب أخرى كانت ربع أحزاب ولا ربعة ما كانت ما كانت مع بوتفليقة. نبنيو بهم مرحلة جديدة. نقدروا نبنيو بهم مرحلة جديدة. نقدروا نبنيو بلا مرة. لاخاطش علاش ما نقدروش نبنيو سفينة غرقت بالحطب القديم؟ لا لا قلت التجديد داخل الأحزاب. لا لا أنا ما كنتش تبعت 60 حزب. التجديد واش من التجديد داخل الأحزاب؟ لا لا الأحزاب السياسية اليوم بعض الممارسات اللي كانت عندما تتحدث مثلا عن الأحزاب التي كانت تسمى بأحزاب الموالاة سابقا اليوم لا يمكن محاسبتها لكي نكون منصفين دكتور. لا يمكن محاسبتها بما أنه اليوم تغيرت الممارسات داخل هذا الحزب. برك الأخ حمزة ما نحسبوهاش إذا كان هذه الأحزاب غيرت حقيقة. إذا كان لم تتغير قصدك لحد الآن لم تتغير. خليني نكمل لك. خليني نكمل الفكرة. هدرتي كان عندك هدرتي وقتك خذيتي. خليني نكمل الفكرة تاع في وقتي. أنا لا أشاهد أي تغيير في الأحزاب. يعني أنا في الأحزاب تاع الموالاة تاع بوتفليقة راحوا رؤساء أحزاب للحبس. طلعت ناس كانت في المكتب الوطني وكانت من قيادات الحزب يعني وكانت تتصفق البوتفليقة وكانت تضارب باش ترفد الكادر. كانت تضارب باش تتصور مع الكادر هذه الناس باش يجي اليوم مثلا في بعض الأحزاب تصريحات تاع بعض رؤساء أحزاب الموالات هذه راهي استفزازية حتى للشعب. كي جيت رئيس حزب يقول لك رجعوا تيندو في دبي ما تكذبش على الشعب. هذه من المستحيلات بالفكرة تاعك باش ترجع تيندو في دبي. طيب دكتورة كيف تردين على ما يقول؟ طيب. لأنه بعض التصريحات اليوم لا أتحدث مع الأفلان خصيصا لأنه بعض رؤساء الأحزاب السياسية صحيح في بعض التصريحات المستفزة للشعب الجزائري يعني وكأنه نفس الممارسات اليوم. والأهدي يقول لك إحنا كنا في الحراك والشعب هنا يجي يتنرفز. لا أكيد شوف باش نتفاهموا على أنا وش قلت لك. قلت لك كاين مناضلين في بعض الأحزاب هم بعد كانوا مهمشين وكانوا صح في الحراك. كاين مناضلين بزاف من جبهة التحرير ومن الغندي ومن حمص ومن الناس كل كانت في الحراك. ثانيا الأمر المهم التصريح تاع دبي احنا كان لانه احنا الجزائريين هواة التحريف يحبوا يحرفوا لاني انا كنت ضحية العديد من التحريف في التصريحات تاعي. هو قال غارج بلاد اذا مشى واذا قمنا بفتح المصنع التم كي تقص قبل ما هما قصوا الفيديو حطوا غير دبي يمكن لتندوف ان تصبح خير من دبي. تصريح عادي لانه صح اذا فتح بدا غارج بلاد لانه c'est un gisement très important تاع الحديد بلا واش يخرجوا اوتر كو لو فير تما وحلينا مصانع وجاوا انستالاو لي باز دو في ممكن نروحوا بعيد. معليش هادي افقر سين دو دبي يعني يا كون جات الدنيا الجزائر كامله دبي يعني كون جينا نخدموا صح لو استغلينا البحبوحه الماليه في لا لا مازالت بحبوحه اليوم كانت كل ولايه دبي لكن اليوم استاذ نكمل اليوم نتحدثوا الواقع. البترول اليوم هو $75 وممكن يزيد يطلع لانه كاين بؤر التوتر وممكن يهبط ايضا. لا ممكن يطلع لانه فرضيه ممكن يطلع. هيا سيدي هذوك جايه بحبوحه هي اللي خلتنا نولوا الدور يعني في نهايه المطاف. هاي جايه بحبوحه نكمل من فضلك. هي جايه دوك بحبوحه اذا جات البحبوحه هذه وما استغليناهاش تسمى العيب فينا ما عيب في حتى واحد. هذه الاولى. ثانيه كي يقول لك الاحزاب ما تغيرتش ونفس الممارسات اولا اغلبيه القيادات كانت اون كونفلي مع القيادات هذه ما ندافع على حتى واحده هذه شهاده للتاريخ. اغلبيه القيادات اليوم اللي في الاحزاب هذه راهي كانت اون كونفلي مع القيادات اللي راهي في الحبس اليوم وكانت مهمشه. ثانيا باش يقول لك انا ما نشوف في حتى تغيير علاه هو في وسط المناضلين تاع جبهه التحرير ولا في وسط المناضلين تاع لاندي ولا جينا شكينا له حنا نشوفوا في التغيير حنا نشوفوا في الفرصه راهي ايه الان عندكم صراع ما تقوليش شكيتونا حنا نشوفوا الصراعات اللي راهي عندكم يا ولدي كي صراعات اللي راهي عندكم ظاهره اسمك بالحاجه نقول لك ظاهره صحيه يعني حنا شوف انا نقول لك حاجه خلينا نكمل لا كيفاش تقرا تاعي لا انا سياسي وانا نعرف كاع واش يصير في الاحزاب وعلى بالنا كاع الاحزاب واش صار ونعرف الوجوه. لا لا شوف شوف مشكلتكم واحدة من الوجوه اللي كنت تدافع على نظام بوتفليقة من جامي نتحدث واليوم راك تقولي لي راني مش كذا أسألنا نقول لك حاجة أنت على بالك حاجة أستاذ خليني لا الأمين العام الحالي جاب التحرير دافع على العهود الخامسة هذا تشويه ديجا هذا ماهوش تشويه تصريحات كاذبة اسمعني وكل حاجة الحمد لله اللي كاينة التواصل الاجتماعي وكلش مازال مسجل اللي راهو ضرك في الحزب الأمين العام تاع الحزب كان يدافع على العهود الخامسة وكان يقول فخامة الرئيس الجمهورية وكان يدافع وكان من الناس اللي كانوا حمص ندى بالتمديد استاذ 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 است
انا بيناتنا ما نهضوش بزاف كي كنتي في الطلعه. نكمل نجاوب نكمل لا نكمل نجاوب احنا ما حكمناش لا غوزمون الحمد لله اللي ما حكمتوش الحمد لله اللي ما حكمتوش لانه هادم عم بالك احنا في حزب جبهه التحرير قداش عندنا الامين العام في العشرين سنه السابقه عدى قريب علينا قريب 10 امناء عامين لان ظاهره صحيه وكاين تداول على السلطه وكاين تغيير يحصل كل فتره واخرى. كاين احزاب عمرها ما غيرت قياداتها وتنادي بالتداول وتنادي بالتداول صح وضع لاخر مره راح نعلق عليه واتمنى انك تشفى الخطا دي واش حنقول تقتنع ولا ما تقتنعش. تفضلي انا قلت بلاي فرانس 24 اليوم السلطه وجميع العالم على باله بلاي تشن حرب اعلاميه على الجزائر. كنت ساكنه انا في فرنسا وجابوا معارض تاع زوزدور ونقولها معارض تاع زوزدور كان يخدم بياع في حانوت جاي يهضر ويهاجم في مؤسسه الجيش ويقول بلاه بوتفليقه يخدم بياع في حانوت ماشي عيبه نعرفوا ما لا ماهوش سياسي يعني لا 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 ماهوش سياسي نو 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 ديزولي كثير من حقنا لا لا معليش معليش لا نعرفوا انا نعرفوا في كوادر موجوده يعني احنا عندنا واحد المعارضه في فرنسا الله لا يشوفوكم على بالكم وهنا نشوفوا في التداعيات تاع الامر اليوم لان احنا ما وقفنا لهمش في الوقت المناسب. عيطوا لي في فرنسا كات قال لك هذا او يقول بلي راهو بوتفليقه انتهى وبلي راهو القايد صالح والجيش هو اللي مشي في المرحله. تما انا رحت دافعت على بلادي في قناه اجنبيه. يا حم بابك نسالك سؤال انا كي نروح دوك لفرنسا 24 بوتفليقه مات بوتفليقه في الشاريو بوتفليقه وصالو وطرالو ام يحكموا فينا العسكر يعني ليس من باب دعم العهد الخامسه يعني. من بعد نتحدى ونتحدى واليوم قلتها ونتحداك ونتحدى اي واحد يقول بلي راني مشيت في العهد الخامس. هذيك كانت في مارس مازال ما علنش الترشح تاعو باش نتفاهموا وانا قلت انا جزء من حزب جبهه التحرير قالوا لي اسكو تمشي قلت لهم قرار الحزب كلكو سوا لازم نمشي معاه هذه قلتها. طيب بس خليني لكن في نهايه المطاف قناعات دكتوره لا 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 كي بدات العهد الخامسه نتحداك ونتحدى اي واحد يجيب لي صوره مع الكادر يجيب لي حمله لقاء دايرو حضرت فيه يجيب لي كلمه قلتها لصالح العهد الخامسه. اعطيني زوج دقائق انت قلتي ما عندك صوره مع الكادر وما كنتش مع العهد الخامسه ما كنتش وانت كتقولي باللي جبهه التحرير راه يمشي في باش يكون حزب مليح وباش يكون حزب صالح بالقياده الحاليه وبعد حتى اذا اللي كانت تتصور مع الكادر واللي كانت تدعم في العهد الخامسه الاعتراف بالخطا شيء يحسب لها الاعتراف بالخطا يكون في النهار اللي كنت فيه مخطئ ماشي كنت تقلب الطابله عليك يا سيدي معليش انا دوك يقلبوا عليا الطابله ومن بعد نقولوا مسحت يقلبوا على الشعب انا كنت بوش على الشعب اخويا السياسيه والله هي الازمه السياسيه اللي راهي في الجزائر هو المشكل تاع العزوف السياسي والرداء السياسي اللي راهي في البلاد سببها جبهه التحرير الوطني احلف اسبابها جبهه التحرير نحلفها والشعب على باله بها لا احلف انت والله العظيم هذا تصريحات مثلك انت لكن في نهايه المطاف الكل كان مشارك فيها في تلك الحقبه في مهزله الحملات الانتخابيه ومهزله الخطابات السياسيه لانه سبب العزوف ليس الافلان وحده وانا هنا لا ادافع عن الافلان ولا ادافع دكتوره كنا موجودين كنا مهمشين واحد ما يعرفكم كنا مهمشين يا سعلي ابو فركاس ماذا ستقدم سعلي ابو فركاس رجاء ماذا ستقدم للجزائر ماذا سنقدم للجزائر نعم سنقدم لها الكفاءات التي كانت مهمشه لانه الناس اللي كانت في جبهه التحرير ولا كانت في الموالات ولا كانت في الاحزاب تاع التيار الوطني ولا اللي دعمت العهده الخامسه ولا ما عندهمش واش يمدوا الان ما عندكش واش تمد لاخاطش لو كان عندك واش تمد راك مديت مقبل لكن الافلان يقول لك في برنامج جديد كيقول لك هو 20 سنه في الافلان 20 سنه دوك 21 سنه في الافلان وبعد يجي دوك يقول لك انا كفاءه ما لحقتش علاش قعدت 20 سنه في الحزب هذاك علاش قعدت تصفق 20 سنه علاش قعدت تنتخب 20 سنه على الحزب هذاك علاش قعدت تدعم في كنت تدعم مادام كنت تدعم في الفساد يتسمى انك فاسد ما تقول لي حتى حاجه دونك انا نصفق الواحد فاسد وندعم في رئيس حزب فاسد وندعم في احزاب فاسده وندعم في رئيس دوله فاسد كان رئيس جمهوريه فاسد ومن بعد نجي نقول لك انايا لا لا ما كنتش معاهم انا كنت باك مناضل في الحزب هذاك ما كنت نصارع وكنت تصارع وكنت تصفق. طيب يقول لك انه اليوم يجب الاعتراف بالخطا اليوم في بعض الاحزاب السياسيه نفرت الشعب الجزائري من العمليه السياسيه وهذا العزوف سببته هذه الاحزاب السياسيه. طيب اليوم في هذه المرحله دكتوره ابتسام كيف يمكن استرجاع الثقة من طرف هذه الأحزاب السياسية وما هو البرنامج الذي يجب أن تخرج به وتخاطب به الشعب الجزائري في الميدان على الأقل لكي تقنعه؟ شوف أنا عندي نقطتين لازم نهضر عليهم مهمين جدا. أولا من المؤسف ومن المخجل أن يكون الشوفال دو باتاي تاع الناس هذه شبه المعارضة ولا المعارضة أنك أنت كنت مع الخامسة
هسيدي كنت انا مع الخمسه وكان حزب جبهه التحرير مع الخمسه واغلبيه الاحزاب كانت مع الخمسه. مش هذا هو المشكل تاعك، هذا مشكل الشعب، والشعب يقصينا عبر الصندوق والمناضلين يقصيونا عبر العزوف وما يجيوش معانا. هذا مشكلنا احنا. انت اخدم الطبقه السياسيه تاعك، انت قلنا انت الناس يجيو معاك انت ويقصيو حزب جبهه التحرير. وهنا نعاود نولي لك للتجربه تاع 91 ومع الجبهه الاسلاميه للانقاذ اللي هي اقصت حزب جبهه التحرير واقصت جميع الاحزاب وحققت الفارق. اليوم انت عندك لي ريزو سوسيو، عندك القنوات، عندك 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 اللي ما كانش عندهم جبهه الاسلاميه للانقاذ ماكش قادر تقنع. وحقنا الناس ما تحاولش تفهم عليا، انا ما تحاولش تفهم على جبهه التحرير مشات مع الخامسه مشات مع السادسه عندها ما عندها. طيب نكمل لك حاجه، احنا بصح في جبهه التحرير ولا في الاحزاب هذه احنا على بالنا واش قاعدين نديروا؟ احنا قاعدين نجدوا في الهياكل تاعنا، احنا قاعدين نخدموا في القاعده النضاليه تاعنا، احنا قاعدين نجيبوا في شباب باقتراحات وبافكار جديده. طيب. ونقدموا برنامج جديد خدوه. اخويا حسبني على واش حندير. طيب. من طيب. بعد فقط. اليوم عقده الاحزاب السياسيه هو الافلان، يذهب الجميع الى الميدان والكل يثبت نفسه ميدانيا، ثم في نهايه المطاف الحكم الاول والاخير يرجع للشعب الجزائري في اختيار من سيكون هو سيضرب عليه من جديد. هذه احنا قانعين بها، احنا على بالنا باللي الشعب هو الفيصل، وعلى بالنا باللي الصندوق هو الحل، ودائما مشينا للصندوق في العديد من المرات، والمره هذه رايحين نمشوا، وفي الميدان رانا مهيكلين وموجودين وندخلوا الانتخابات ونقدموا كفاءات ونقدموا الشباب. لكن لما تقول لك هي اشباه المعارضه، نحن لم نكن ابدا اشباه المعارضه، وحتى وان كنا اشباه المعارضه على الاقل ما كناش موالات لنظام فاسد، على الاقل ما كناش نصفقوا الناس فاسدين. يا سالي ابو فركاس، باش لا باش نرجع لها برك، احنا ماناش اشباه معارضه، ثم ندخل في صفحه جديده ولا نبكي على الاطلال في نهايه المطاف. لا لازم نوضح الامور. تقول انت واحد اشباه معارضه، انا مانيش شبه معارض، انا راني معارض في الميدان ومعارض من بكري ومعارض درك، ونبقى معارض ونبقى نقول اللي دار مليح نقول له درت المليح، واللي فسد نقول له تفسد، واللي جاب الخايب نقول له تفسد. لكن الى اي فتره تبقى معارض سالي بوفركازا؟ حتى في هذه المرحله؟ لا باش نبقى معارض حتى في هذه المرحله. احنا رانا معارضين لحد الان للسياسات اللي راهي كاينه درك، السياسات تاع الفاشله نبقى معارضين. لما البلاد نشوفوها تمشي في الخط المستقيم والبلاد تمشي التطور الاقتصادي والبلاد تتبنى، ثم نكونوا مع الموالات، ولا نكونوا نصفقوا لهم، ولا نكونوا احسنتوا في خصوص كذلك. حاجه اخرى، كي تقول لي البحبوحه، انت تقول لي البحبوحه، النظام اللي يستنى البحبوحه باش يخدم ماهوش نظام. ماهوش نظام، النظام اللي يستنى البحبوحه تقول لي انا نستنى البحبوحه دوك نطيق نخدم ورجعتي ندوف دبي. بلا بحبوحه ترجعوا، كان تكون عندك امكانيات ويكون عندك فكر وتجيب الكفاءات، بلا بحبوحه ترجعتي ندوف دبي. وبدون الاعتماد ايضا على المحروقات وكذا، يجب الذهاب الى اليات اخرى للخروج من الازمه الاقتصاديه. تنوع اقتصادي اخر باش نخرجوا من. طيب لو نتحدث قليلا عن قانون الانتخابات دكتوره، الكثير اليوم من الاحزاب السياسيه اشتكت من قضيه المناصفه في القوائم الانتخابيه بين الرجال والنساء، في بعض الأحيان أنه يصعب إيجاد النساء لملء هذه القوائم. هل برأيك ستكون المرأة عائقا في الانتخابات القادمة فيما يتعلق بهذه النقطة؟ نعم تفضل. لأنه يقولوا النظام فاسد، النظام البائد، النظام اللي فات وفيه وعليه، فباتنا نكذبوا على بعضنا بزاف. خلطوا اخطاء، كاين اخطاء ارتكبت، تكنكم امور كبيره تبنات دوكا، المنتوجات الزراعيه اللي يهضروا عليها اليوم والاستثمارات اللي كاينه اليوم، اي تاع النظام الفاسد اللي راح يمشي مازلنا. لكن لو اعتمدنا فعلا عن الفلاحه في النظام السابق. شوفوا انا قلتها لك يا دكتوره، لانه 1100 مليار دولار تذهب معها بالريح هكذا. يا استاذ ما قلت لا يمكن القول انه الجزائر قدمت وقدمت. خلينا نقول انتم ايفو با اكستريميست، خليني نكمل. لا هذا منطق، لا وزاد اكستريميست، لا ما تقدرش تقول بلي امر منطقي. معليش 1100 مليار دولار اين ذهبت؟ يا 1100 مليار واحد محسبه، خبراء تحدثوا عن 1100 مليار دولار. استاذ خلينا سوايون لوجيك، كي تزور المناطق الكل في الجزائر، كاين مناطق ضل، كاين مناطق فقر كبير، كاين. لو استغلينا 1100 مليار لما كانت مناطق الضل. معليش بس انت ما تقدرش تقول بلا النظام هذا ما دار والو، ومستحيل انا ما نكذبوش على بعضنا. كاين فساد كبير وتفشى من 2010 من 2012 نقولوا من 2011 2010 وراح، كاين نهب كبير، اكثر المبالغ واكثر الفساد عشناه من 2010 2011 لليوم. هذه ما نكذبوش على بعضنا، بصح كاين امور تحققت ما نكذبوش انا على بعضنا. طيب نذهب الحديث عن قضيه المناصفه، قضيه الانتخابات والمناصفه. شوف المناصفة، أنا قلت بلا حد دور المرأة،
حتكون عائق كبير في إطار ترشحها وجودها ما يتعلق بالقوائم في القوائم لأن في وجودها في الانتخابات. قلت بلغه احنا اليوم في مرحلة نورمالمون انتقالية، نورمالمون كنا نلقاو طريقة أخرى لحل المشكل. بالنسبة لبعض البلديات ولا بعض الولايات وين ما يقدروش يحققوا تلك المناصفة، لأنه التعليمة نزلت تاع السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات قال لك يطلبوا تصريح من عند السلطة وما يحققوش المناصفة، وهذا ليس ديمقراطي لأنه تانا من المستحيل أنه حزب تلقاه عنده 20 مرة في قائمة وحزب ما يقدرش يدير 5 قوائم. يعني هنا الكثير قال لك يمكن أن يكون تلاعب فيما يتعلق بهذا الأمر. لأنه أنت اليوم يا إما تقول هذه الولاية كاملة ما فيهاش مناصفة ولا تحدد لهم كوطة قال تياغ قولي نص تياغ، بصح الأمور المبهمة والفضفاضة هذه أنا ضدها من نعم. ذلك. طيب ما رأيك بوفركاس باختصار لكي ننتقل إلى موضوع آخر؟ قام الوقت دائما فيها كثير من الإيجابيات بطبيعة الحال إلا بعض الأمور التي نستطيع نسميها تقنية ربما تكون فيها إشكالية عند بعض الأحزاب، لكن قانون الانتخابات خاصة اعتماد القائمة المفتوحة هذا هو القانون في القانون كومبل هذه الحاجة الإيجابية جدا لأنها ستقصي الكثير من المتسلقين ومن الفاسدين الذين في الأحزاب سواء أحزاب معارضة أو موالاة أو ستقصيهم عملية الشطب وستقصيهم من القوائم المفتوحة ونتمنى كذلك أن الشعب يدرك هذا. طيب دكتورة ابتسام حولاوي، أمس تم إصدار ربما مذكرة دولية ضد كل من محمد العربي زيتوت، هشام عبود، أمير الذي يدعى بأنه أمير ديزاد. طيب تم إصدار مذكرة توقيف في حق هؤلاء لتكوينهم شبكة دولية يقودها الموقوف حاليا أحمد منصوري، ما رأيك في هذه القضية؟ شوف هذا أمر يرجع للقضاء الجزائري نعم. وأعتقد أنها كانت تحقيقات قامت بها الدولة العدالة اللي وصلتهم لهذا الأمر، وأعتقد أنه اليوم التحدي الحقيقي لنا لأنه شوف شبكة الإرهابية عبر العالم راهي تستغل في شباب محبط، في شباب كاره، في شباب فقد الثقة. التحدي اليوم بالنسبة للسلطات الجزائرية ماهيش فقط مذكرة توقيف دولية ولا المشكلة هو أعمق، المشكلة في الناس اللي قاعدة تتبع في هذا المشكلة ماهيش في هذا. لأنه في كل مرة يصبون الزيت على النار يعني في صراحة العبارة. لكن أنت اليوم لازم كل انتهازي لازم ومن يقذف في أعراض الناس لا يمكن توجيه رأي عام في نهاية المطاف. والمشكلة أنا عطاني واحد البارح شفت واحد التعليق، كاين زوج دو سوفيرسي في الخارج، كاين واحد يحكي غير على المواقع الإباحية ويحكي غير على الحياة الخاصة للناس، وواحد يحكي سياسة، واحد عنده 1000 وواحد عنده 200000 متابع في النهار. هنا المشكلة في ال 200000 لأنه اللي عنده مشكل سياسي هاو يتبع تانا في الأخر ب 1000 عنده 1000 متابع، 1000 متابع يتبع في الشأن السياسي و 200000 يتبعوا في الحياة الخاصة والأمور اللي خارج الطريق. المشكلة هاو عميق والمشكلة عندنا هنا، المشكلة عندنا هنا أون بروبليم دو كومينيكاسيون. عندي عام وأنا نعاود نقول بلاه عندك مشكل تاع كومينيكاسيون. فتح القنوات اليوم وأعطى هامش من الحرية الداخل في القنوات الوطنية، خلي الناس تعبر، خلي اللي ينتقد ينتقد. أنا اليوم أنا مناضلة في حزب جبهة التحرير جاي نقول بلاه الأداء الحكومي كارثي، هذه ما شافهاش الأستاذ بلاي حاجة جديدة على حزب جبهة التحرير، لكن يشوفوا حوايج واحد أخرين. إذا اليوم يجب فتح فضاء، خلي الناس تتهدر، خلي الناس تعبر عن شعور. كون جات اليوم الناس تبعوا شراو صاري في الحراك وتبعوا شراو كاين والانتقادات تشوفها في القنوات الوطنيه ما يروحوش يتبعوا هادو. طيب سالي بوفركاس ما يستغلوهمش من بعد في عمليات ارهابيه ممكنه. نعم الكثير اليوم يقول لك من تحركه جهات معينه لا يمكنه ربما في نهايه المطاف الحديث عن الحريات، والكثير يتهم هؤلاء بضرب استقرار الوطن اليوم. بطبيعه الحال القضية هذه هي تخص قضية عدالة وقضية مخابرات عسكرية وقضية أمن دولة. نحن لا نعطيها كثير من الكلام لأنه الرأي فقط، أما أنا ما نمدش الرأي نمد الحل. إذا باش الناس مثل هذو ما يقدروش يضربوا استقرار أمن دولة ولا شرذمة مثل هذه يعني يضربوا استقرار تاع أمن دولة مثل الجزائر، كان أحرى أنه نبني الدولة الحقيقية، أنه نحسن من الظروف الاجتماعية تاع المواطن، نحسن من القدرة الشرائية تاع المواطن، نبني بنية تحتية حقيقية، ننسي لكي لا يمكن نستثمر في التنمية العكرة يعني. نستثمر في التنمية البشرية، نبني بلاد، نهار نبني بلاد ونستثمر والناس تكون عايشة لاباس، واحد ما يسمع للناس هذا. طيب جميل جدا. إذا مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لمتابعة برنامج خاص، أشكرك دكتورة ابتسام حملاوي الناشطة السياسية على تلبية الدعوة، كما أشكرك أيضا القيادي في جبهة النضال الوطني سي علي بوفركاس لتلبية الدعوة. إذا مشاهدينا الكرام نأتي وياكم إلى ختام هذا العدد من برنامج خاص، ألقاكم غدا إن شاء الله في هذا التوقيت وبظروف جدد. أمسية طيبة والسلام عليكم.